الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، قلب العبد كالطائر، والطائر له رأس وجناحان، فإذا شبهنا أن هيض جناح منهما لا يستطيع أن يصعد الطائر ويحلق في الفضاء، أو إذا كسر جناح لا يستطيع إلا أن يسير عاجزا في الأرض. وقلب العبد هكذا، رأس كالطائر، رأس هذا الرأس هو محبة الله عز وجل، والجناح الأول عبارة عن رجاء، والجناح الآخر عبارة عن خوف. فبالخوف الإنسان أو قلب العبد ينزجر بعيد عن المعاصي ويبتعد عن السيئات، والجوارح تبتدي تاخد خطوات نحو الطاعة. والعبد سبحان الله طالما يعني إذا زاد جرعة الخوف يبتدي يعني يعدل المسار وطيران القلب نحو الله بالجناح الآخر، وهو جناح الإيه؟ الرجاء. جناح الرجاء سبحان الله كما يقول ابن القيم أن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الرجاء عبارة عن يعني لين القلب ويعني إقبال القلب على الله أملا فيما عند الله سبحانه وتعالى. لكن كثير من الناس لا يفرقون بين الرجاء والتمني. في ناس يعني تتمنى، والله زي التلميذ الخيباني يقعد طول السنة لا يذاكر، وبعدين يقول أنا أول السنة، أنا أول الصف، أنا أول الدفعة، أنا أول، سبحان الله. طب من أين هذه أمنية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فالأمنية رجاء بالعمل، أما الرجاء فهو أمنية بعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يبقى الرجاء هو عبارة عن ليس مجرد أماني، وإنما هو تحويل هذه الأماني إلى إيه؟ إلى 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 عمل سبحان الله. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. سبحان الله، يعني طالما أنت تعبد الله وعندك رجاء في القبول، بس في نقطة، الرجاء هذا كما قلت وأؤكد أنه مبني على عمل صادق. لا بد أن يكون الرجاء هذا مبني على عمل، وليس عبارة عن أماني. إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالإنسان لما يرجو رب العباد عز وجل تجد أن هذه عبادة قلبية دخلت وتحولت إلى الإيه؟ إلى سبحان الله العظيم، إلى 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 يعني خشية وأمل يستشرف الجوارح كلها. فالإنسان يستشعر أن الحمد لله إن شاء الله الصلاة تكون مقبولة، الصيام يكون مقبول، الصدقة تكون مقبولة. والدعاء نفسه ما الذي يجعلنا نمل من الدعاء؟ أنا أحيانا أدعو رب العباد عندي رجاء بالقبول، لكن لما يحدث فيما يظهر لي أنا لم يحدث قبول فأمل وأترك الدعاء. لا بالعكس، وإنما العبد سبحان الله يجب أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فلولا روح الجوارح لما تحركت الجوارح بالطاعة، لولا استشراء قضية الرجاء في روح العبد، طب كيف يصلي، كيف يصوم؟ فأنا أعبد الله على الرجاء، أعبده على الخوف لحظات، وأعبده على الرجاء لحظات. الخوف يعني كبر، لا أبتدي إيه؟ سبحان الله، إن المؤمن يعلم بما عند الله من العقوبة، يعني لو علم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع إنسان بجنته، أو ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. سبحان الله. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يقول إن أكبر آية في كتاب الله فرجا هي سبحان الله بتاع سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب طالما العبد إيه؟ استشعر الذنب. وهذا من نعمة الرجاء، أن يرجو العبد ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم يعني لما يقرأ القصة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم والثلاثة اللي أغلق عليهم الكهف لما دخلوا فيه والحجر أو الصخرة سدت الكهف، كل واحد رجى رب العباد بعمل صالح. هذا كان له والدين صالحين،
الاخر كان سبحان الله كان اوشك عن هم بالمعصيه وتوقف، الثالث ثمر المال العامل اللي كان يعمل عنده حتى كثر، وجاء العامل بعد سنوات فاخذ هذا المال والقطعان والخير اللي كان موجود. فاذا اتقربوا الى الله سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه، وهذا هو الرجاء الحقيقي. ولذلك ان سبحان الله المسلم عندما يرجو رحمه ربه عندئذ يجد خيرا ان شاء الله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الراجين لرحمتك يا رب العالمين، يا رب العالمين، الآملين في الخير الذي عندك. إن لم نكن أهلا لطاعتك وأهلا لرحمتك فأنت أهل للتقوى وأهل للمغفرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.